طلع هنا طلاب من الجدول هذا، الجدول هذا كثير مهم، اللي هو الاوتو انتيبادي ديزيز وشويه كومنت عنهم. الار اف مثلا في الار اي بنسبه 85% بيجي بوزيتيف، سيستماتيك سكلروز بنسبه 50% بوزيتيف، شوغرين سندروم بيجي بنسبه 95%. اذا موست كومن كوز للار اف بوزيتيف هو الشوغرين وليس الار اي. ابو اكثر من مره اساليه لاحظوا فقط ايش 20% الار اف بيجي فيه ايش بوزيتيف، فقط 20% بيجي معه ايش بوزيتيف. السيرو بوزيتيف ديزيز، سيرو بوزيتيف ديزيز زي الانفكتيف اندوكاردات، زي التوبركولوز، زي الهيباتيتس سي فايرس، زي السيليكوز، زي السركودوز، كل هذول سيرو بوزيتيف ديزيزز بيجي معهم الار اف بوزيتيف. ليفل از ريليتد تو ديزيز اكتيفيتي اند سيفيريتي ان ذا ار اي، يعني ليفل از ريليتد تو ديزيز ايش سيفيريتي ان ذا ار اي. هاي مهم جدا، كل مكان على كل مكان الريموتود الخاتس كان مور سيفير، كان مور ديفورمينج اند البروجنوز كان اسوء. ات از سنسيتيف نوت سبيسيفيك، هو سنسيتيف خاصه سنسيتيف للشوغرين سندروم، سبيسيفيك سنسيتيف للار اي اتس نوت سبيسيفيك. If increase هذا poor aggressive RA rheumatoid arthritis. Anti CCP هذا بيجي مع ال RA بنسبة 80%، هذا most specific laboratory test for RA. If increase هذا بدل على poor aggressive RA rheumatoid arthritis. ENA هذا very sensitive للأسئلة بنسبة 98%، للmixed connective tissue disease بنسبة 95%، بالsystematic sclerosis بنسبة 70-90%، بالcrest syndrome بنسبة 80%. بالcrest syndrome بنسبة شماله اللي هو 80%. بس تطلعوا هذا مستف تيست فور اسئله طبعا، والليفل تبع الاي ان اي از نوت ريليتد تو ديزيز اكتيفيتي، نو ريليشن وذ ديزيز اكتيفيتي. هاي مهمه جدا، نو ريليشن تو ديزيز اكتيفيتي، تو اكتيفيتي اوف ذا اسئله. هاي مهمه جدا، اكتيفيتي اللي لها علاقه هي الانتي بودي، هي انتي دبل ستراند دي ان اي. انتي بودي انتي دبل ستراند دي ان اي تيجي مع الاسئله بنسبه 50-70%، وهي سبيسيفيك للاسئله. والانتي سميث كمان تيجي مع الاسئله بنسبه 30%. لاحظوا الدبل ستراند تيجي اكثر من السميث، اثنين هذول سبيسيفيك للاسئله، لاحظوا سبيسيفيك للاسئله، سبيسيفيك للاسئله. ولكن الدبل ستراند هي بتيجي ريليتد للديزيز اكتيفيتي، على العكس من السميث. السميث ليس له، ليس انتي سميث انتي بودي ما لها علاقه بالديزيز اكتيفيتي. انتي رو اس اس اي انتي بودي، انتي لا اس اس اي بي انتي بودي، هذول بيجوا طلعوا مع الاسئله يمكن يجوا بيجوا مع النيونات الاسئله، اذا كانت الام عندها اسئله حملت احتمال البيبي يصير عنده نيونات الاسئله. بتيجي مع السيستميك سكليروزس بنسبه 40-95%، 40-95%، وتيجي مع الشوغرين سندروم كمان فيري كومن. الانتي لا انتي بودي تيجي مع السيستميك سكليروزس 40%، مع الاسئله بنسبه 10%، اس اس معناها اللي هي سيستميك سكليروزس. هسه هذول اللي بيكون عندهم انتي رو انتي لا، اذا كان اسئله موجودين بالاسئله، لاحظ بيجوا مع الاسئله انتي رو انتي لا، نسبه حدوث اللوبس نيفرايتس، لوبس نيفرايتس اقل، نسبه حدوث اللوبس نيفرايتس اقل. لوبس نيفرايتس من اهم الاشياء اللي بتعمل موربيديتي ومورتاليتي، لوبس نيفرايتس نسبته بتكون اقل. هاي مهمه جدا. انتي فوسفوليبيد انتي بودي اللي هي الاي سي او اي سي ال اي انتي بودي، هاي بتيجي مع الانتي فوسفوليبيد سندروم بنسبه 100%، وبتيجي مع الاس ال اي بنسبه من 30-40%. انتي هيستون انتي بودي مع دراج اندوس اس ال اي. انتي ار ان بي انتي بودي، روبونيوكليوز بيبتايد انتي بودي، روبونيوكليوز بروتين انتي بودي، هاي بتيجي مع الميكس كونكتد تشو ديزيز. انتي سنترومير انتي بودي مع الكريست اللي هو عباره عن ليميتد سكرتير بنسبه 80 اكثر من 80%، هاي موست سبيسيفيك فور كريست سندروم. انتي توبوزوميد انتي بودي بتيجي مع ديفيوز سكليروديرما، موست سبيسيفيك فور ديفيوز سكليروديرما. سي ان كا انتي بودي وبي ان كا، سي ان كا بتيجي مع الويجنر جرانوماتوز وبدل على اكتيف ويجنر جرانوماتوز. الاسم الجديد للويجنر جرانوماتوز صار يسموه جرانوماتوز وبولي انجات جي بي اي، صاروا يسموه زي هيك، اكثر من 90% وهو سبيسيفيك للويجنر جرانوماتوز وبدل على اكتيف ديزيز. البي ان كانت تبدي بتيجي مع الويجنر واذر ذان ويجنر، اللي هي فاسكولايتس، اذر فاسكولايتس زي الارسراتيف كولايتس، زي البولي ارتراس نودوزا، تيجي مع التشيرت ستريس سندروم، تيجي مع الرابد برجوس فلاميرا نفراتس، تيجي مع البرايمري سكلروزن كولنجاتس. It is poor sensitivity and it's not specific. اللي هي البي ان كا، سي ان كا هي بالعكس هايلي سبيسيفيك للويجنر جرانوماتوز. السي ان كا الانتي ام اي ام اي زد انتي بودي اللي هي انتي ام اي زد انتي بودي اند جاد انتي بودي اند اي اي سي اي انتي بودي اي اس سيل انتي بودي، هذول الانتي ام اي زد انتي بودي والجاد والاي سي اي هذول بيجوا مع الدي ام تايب 1، هذول سبيسيفيك للدي ام تايب 1. في عندي انتي ريد بلود سيل انتي وايت بلود سيل انتي بليتد انتي بودي بيجوا مع الاس ال اي، هذول بيعملوا لنا بان ساتوبينيا. في عندنا انتي ميتوكوندريال انتي بودي اي ام اي بتيجي مع الايش برايمري برايمري بيليري سيروزس، برايمري بيليري سيروزس، وهذول بيجوا معهم اذر انتي بودي يمكن زي الاي ان اي انتي بودي، يمكن يجي معهم اذر زي الاي ان اي انتي بودي او انتي جي جلايكوبروتين 210 انتي بودي. يعني هيك بشكل عام هذا هو موضوع الجدول، هذا مهم جدا، بيسالوا عنه كثير، بيجمعون لك ماتشنج بين المرض وبين الانتي بودي. ارجوكم تعرفوا قدر الامكان، بيسالوا عنه كثير في الامتحانات.